رئيس الجمهورية عنده ضغوطات من العائلة نتاعو، وهذا جزء من المشكل، وما يلزمش يخضع لضغوطات العائلة. واحنا عملنا ثورة ضد حكم العائلة وما نقبلوش عودة حكم العائلة. هذا جانب يلزم يكون واضح. ثانيا، رئيس الجمهورية مقامه وصلوحياته الدستورية تقتضي أنه يعاون على حل مشكلة النداء. احنا في حاجة لنداء قوي متماسك، شريك للنهضة، نتفقوا ونختلفوا ونتنافسوا، هذيك الديمقراطية. ماناش راضيين بوضع النداء، ولكن أزمة النداء إذا باش تستمر باش تتعاقد أوضاع الحكومة وتعاقد أوضاع البرلمان. زاد كذلك النداء يلزم ياخذ عبرة من اللي قاعد يقع. هو المسؤول الأول في الحكم، رئيس الحكومة منه، رئيس الجمهورية منه، رئيس البرلمان منه، أغلب الوزراء منه، أغلب الولايات والمعتمدين هو اللي اقترحهم. فما يجيش النداء يقول هذه حكومة النهضة، هذه حكومة أول حزب فيها هو النداء، والنداء يزم يتحمل مسؤوليته. ولو أنه رئيس الجمهورية كان أخلى مسؤوليته ومسؤولية الحزب، النداء يزم يتحمل مسؤوليته، ورمي لكم الكرة يتحمل مسؤوليته في الحكم. والنداء ما غير ما ندخله في شؤون النداء يزم يحل مشكلته ويخرج من الوضع ذي في أقرب وقت، لأن النداء بالقيادة الحالية بالظروف الحالية سينتهي وينجم ما يوصلش حتى 2019، وهذا مش مصلحة البلاد. زاد كذلك ما نحبوش أزمة متاع حزب القيادة الحالية هي سبب أزمة، تنعكس على البرلمان وتجر الناس. عبد الكريم، انزع جبة حركة النهضة، هل تعتبر كمحلل سياسي، هل تعتبر أنه القيادة الحالية لنداء تونس هي سبب الأزمة متاع النداء؟ لأنه النداء ينعكس أساسا على الدولة بالدولة. مدام الحزب خسر الانتخابات، مدام الحزب ولا ثالث كتلة في البرلمان، مدام الحزب قاعد صاير فيه انهيار متاع الثقلات، يعني القيادة الحالية تتحمل المسؤولية. ما لشكمش تتحمل المسؤولية، واضح. ما هذه قاعدة في النداء وفي غير النداء، واضح. المهم وقت يصير مشكلة في النداء ما نحملوش مسؤولية للنهضة، واضح. وقت نخسر انتخابات في ألمانيا ما نقولوش النهضة، وقت نخسر انتخابات في البلدية ما نقولوش النهضة. كل حزب يتحمل مسؤولية. وقت اللي ينهار حزب ما نقولوش نقطع التوافق مع النهضة. وقت اللي نحبوا نعملوا مشكلة مع يوسف الشاهد ونطردوه ما نقولوش النهضة في البرلمان هي اللي تقوم لنا بالمهمة هذه. النهضة مش هذا دورها في البلاد. النهضة مع الوفاق، مع الاستقرار، بما في ذلك مع النداء. ولكن النهضة لن تقبل أن تكون أداة لهدم الديمقراطية ولهدم مؤسسات الدولة. والتوافق مع النهضة يكون على مصلحة تونس، معناش توافق مع الأشخاص، مع الأحزاب، مع المجموعات على غير مصلحة تونس. واضح. نختلفوا في تقدير مصلحة تونس، نتحاوروا حتى نتفقوا على مصلحة تونس. وأنا تسمح لي بكلمة صغيرة، أنا العشية قبل ما نجي للزيتونة مشيت النابل باش تشوف الجدل اللي احنا قاعدين نعملوا فيه توا على الدستور وعلى يوسف الشاهد وحافظ. ما يهمش الناس في نابل، صحيح. مشيت النابل اش نلقى؟ نلقى رجل توفى الله يرحمه، الله يرحمه، مات، نعم. وهو شهيد أكثر من 60 سنة. علاش توفى؟ لأنه مشى يخدم الصباح وقت اللي صار الأمطار والواد حمل في عود تاقف الخدمة باش يروح، يبقى يخت وما عندوش باش يروح ويقطع الواد ويتوفى رحمه الله. واحد. ثانيا نلقى معناتها زوز بنات نوارات في أخلاقهم في قرايتهم يتحضروا باش يتزوجوا، سمعت تبعني مليح، يحضروا باش يتزوجوا، معناتها يضربوا زوز كيلومترات يحاذيوا في الواد باش يروحوا، وقت اللي يقربوا من الدار جاوا باش يشقوا الواد يغرقوا ويتوفاوا وعائلتهم صابرة ومحتسبة. وقالوا لك احنا طالبين، احنا خسرنا بناتنا وربي يخلفنا خير دنيا واخرة، اما مش طالبين. اكل كياس اللي 30 سنة ما تعملش، كياس بثلاثة كيلومتر وقنطرة صغيرة باش نشقوا بها الواد باش يزوز بنات هذوما يروحوا امنين، 30 سنة ما تعملش كياس. الاولى ان نعملوا كياس للناس هذوما في ظرف ايامات. قال لك انا كي يعملوا كياس باش ما يموتش ولد اخر ولا بنيه اخرى، انا نعتبر هذاك العزاء في بناتي. وقت اللي نمشي والراجل نلقاه ولده 14 سنة اليوم حمل الواد، هذا في اللي مشينا لهم في تكلسة، وهذوما اللي مشينا لهم في بوعرقوب. في بوعرقوب ولد في 14 سنة يقرب من واد حامل يجري يطيح خيوط كبيرة متاع ضوء ويتكشفوا بعض البلايص في الخيوط هذية. الولد هذية من غدوة رغم اللي ينبهوا الجهات المعنية راهو عندكم خيوط خطيرة متاع ضوء طاحت وفي الماء وتنجم تقتل العباد، ما يصيرش تدخل. ومن بعد الولد من غدوة يتعدى من غديكة يضربوا الكوران ويموت، كان خوه باش يموت، كان ولاد أخرين باش يموتوا. علاش؟ على خطر عنا كابل طاح في الماء وفيه الضوء وما تدخلناش الوقت. ولذا إذا ما نعملوش الكياس وما نعملوش الضوء
وما نعملوش القنطرة وما نحترموش المواطنين، وهذه في منطقة في نابل، ما نحكيوش على قصرين وعلى سيدي بوزيد وعلى قفصة وعلى الشمال الغربي وعلى كذا. 60 سنة بعد ما خرجت فرنسا اش قاعدين نعملوا؟ والتجمع اللي كان يحكم وحده هذايا اش عمل للمواطنين حتى يجيوا ناس فيهم توا يحبوا يرجعوا يحكموا البلاد ويعطيوا في دروس للنهضة ويحبوا يخرجوا النهضة من الحكم؟ فاحنا في عوض قاعدين نتجادلوا نخليه يوسف الشاهد ولا نخرجوا يوسف الشاهد؟ كي اللي كي يخرج يوسف الشاهد باش يجينا المهدي المنتظر، وفي عام قبل الانتخابات باش نعملوا كياسات وباش نعملوا مشاكل. هو هو فاللي شفته هو هذا سمحني، اللي شفته في نابل اليوم واللي شفته عند الناس اللي صابرين وغاضبين في نفس الوقت، ومشيت الحي في البدار هذا يعني حيط قدامه مبني لم الماء وراه، الماء هجم على الحيط وهجم على الحي، ناس ما عندهمش لا يفرشوا لا يتغطاوا لا ماء لا ضوء 4 أيام. إذا احنا قاعدين نتناقشوا نبدلوا رئيس حكومة ونبدلوا رئيس دولة ونبدلوا برلمان، والمواطنين هذوما وين يمشي يرقدوا؟ المواطنين هذوما كيفاش باش يقريوا أولادهم؟ المواطنين هذوما كيفاش باش يتنقلوا في كياس؟ احنا قاعدين نصرفوا في مليارات على حاجات اللي الناس هذوما كانت تنجم تفيدهم وتخلي الناس هذوما ما يموتوش، لان الاجل بيد الله. والله سي عبد الكريم، سي عبد الكريم، سي عبد الكريم، تتمه لكلامك هذا. انا سامحني حبيت اقول الكلام هذا، تتمه لكلامك هذا، خاطر ما عادش وقت. يوسف الشاهد اي في 10 ثواني اللي هو زار المنطقه ذيك وعد العائلات باش يعوض للمتضررين. انا نقول يوسف الشاهد خليك من الجدل هذا، انت رئيس حكومه وفر للناس هذوما باش ياكلوا وباش يرقدوا وباش يتغطاوا، وعوضوا لهم على ديارهم وعوضوا لهم على انه لا بقى حانوت لا بقى دار، راي مناظر معناتها ومشاهد مرعبه وقت اللي احنا الناس اللي نسيروا في البلاد واحنا اللي في الحكومه وفي البرلمان وفي السياسه كي نزوروا الناس هذوما بنا وجه باش نزوروهم. القولهم حل سي عبد الكريم الهراني، القولهم حل على خاطر انا لا كيفاش خاطر في الوقت سي عبد الحبيب، خاطر في الوقت خليني شويه وقت، خليني شويه وقت، خذيت وقت في تونس، شوف خذيت وقت، خذيت وقت، حبيت اقول لك في كلمه، حبيت اقول لك في كلمه، احنا السياسيين عندنا مسؤوليه باش نسيروا الدوله بالدستور وبالمؤسسات، ولكن قبل الوقت المواطنين اللي اعطونا ثقه ما نقبلوش باش مواطن يعدي ليله ما عندوش فاش يرقد، ما عندوش فاش يرقد. ما يلزمش تقعد شعارات يا سي عبد الكريم، ما يلزمش تقعد شعارات. اليوم انتم جزء من الحكومه هذه، قوموا بواجبكم تجاه الناس هذوما. انا كحزب الحكومه نقول سيد رئيس الحكومه وفي بوعودك اللي اعطيتهم المواطنين هذوما، زاد كذلك عندك واليه اما تقوم بدورها ولا تتبدل، عندك مسؤولين جهويين يقوموا بدورهم ولا يتبدل. الوضع اللي فيه المواطنين الان ماهوش مقبول، بيزيدوا فيه نهار واحد. نحب نختم كلامك.